ولكن دعنا نأخذ الأمر من الزاوية الأخرى، من الزاوية الأمريكية. من هناك من واشنطن زميلي سهيل الشاعر مراسل الغد. سهيل بالطبع تحية لك. كيف يصل مدى ما يحدث في الضاحية الجنوبية إلى وجهة النظر الأمريكية؟ كيف يستقبلون، كيف يعلقون عنه بخلاف ما شاهدناه اليوم فقط وهو المؤتمر الصحفي إلى بلينكن وبعض التصريحات من بينها أن الخارجية الأمريكية تحث مواطنيها على عدم السفر إلى لبنان المتواجدين هنا؟ نعم، هناك عدة نقاط. النقطة الأولى التي يمكن أن نشير إليها وهي أن الولايات المتحدة على مختلف الصعد سواء من البنتاغون أو البيت الأبيض أو من الخارجية أكدوا جميعا أنهم لم يكونوا على علم مسبق بنوايا إسرائيل شن هذه الهجمات، وتأكيد أن الولايات المتحدة لم تكن ضالعة بهذا الهجوم بأي شكل من الأشكال. وهذه نقطة كانت في غاية الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة وكانت تؤكد عليها مرارا وتكرارا في المؤتمرات الصحفية المختلفة. وتؤكد الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية أنها لا تزال تعمل على تقييم نتائج هذه العملية ولا تزال تعمل على معرفة مجريات ما حصل بالتحديد ومعرفة نتائج هذه الضربة العسكرية. يمكن أن نشير أيضا إلى بعض التسريبات الإعلامية لمسؤولين في الإدارة الأمريكية الذين قالوا إن هذه الضربة أصابت الإدارة الأمريكية بغضب شديد لأن الولايات المتحدة كانت تعمل على هدنة مؤقتة لمدة 21 يوم وكان الجانب الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هنا في الولايات المتحدة في مدينة نيويورك كانوا يعطوا إشارات أنهم على استعداد للتجاوب مع هذه المبادرة الأمريكية، ولكن في ذات الوقت كانوا يخططون لهذه العملية ونفذوا هذه العملية، فبالتالي كان هناك غضب أمريكي من هذه النقطة. ولكن يبدو أن الجانب الإسرائيلي يود استغلال هذه النقطة لطرح فكرة جديدة، ألا وهي أن نجاح هذه العملية قد يسهم في عدم احتياج الجانب الإسرائيلي إلى الاجتياح البري حسب ما قالت صحيفة نيويورك تايمز قبل قليل. وبالتالي هناك الكثير من النقاط التي تعمل الإدارة الأمريكية، لكن ليست هناك على تعليق على الغارات المستمرة على الأرض الآن وتتعدى أرقاما كثيرة ربما فوق 35 غارة، والاستهدافات في الضاحية الجنوبية التي مستمرة طوال الليل. لا، لم تكن هناك أي تعليقات محددة حيال تلك الضربات الإسرائيلية من جانب الولايات المتحدة، ولكن الموقف الأمريكي الرسمي الداعم لإسرائيل دائما ما يقول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وفي استهداف القدرات العسكرية لحزب الله اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة على أنه منظمة إرهابية. فبالتالي الولايات المتحدة لا مشكلة لديها في استهداف قواعد عسكرية وقواعد أسلحة لعناصر حزب الله ومسلحي حزب الله. هذه ليست مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة، المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة هي العمل على خفض التصعيد وعدم جر الولايات المتحدة لحرب في منطقة الشرق الأوسط، وهذه هي النقطة التي تثير قلق الإدارة الأمريكية بشكل كبير، لأن الولايات المتحدة تجد نفسها مضطرة للتواجد في المنطقة لحماية إسرائيل، ويخشى من أن يؤدي التواجد الأمريكي في المنطقة إلى اشتباك مع طرف أو آخر خلال هذه النقطة. وهذا يأخذنا إلى نقطة إعادة تقييم الأمن، حيث طالب البيت الأبيض من البنتاغون إعادة تقييم إجراءات الأمن في السفارات في منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الأمريكيين في لبنان بمغادرة لبنان فورا. ويعني بالتالي هناك يبدو استعدادات في الولايات المتحدة لتصعيد كبير ليس فقط في لبنان ولكن في منطقة الشرق الأوسط بشكل. هل تم الإعلان عن زيارات مرتقبة باتصالات مباشرة، عدا فقط الاتصال الوحيد
الذي جمع وزير الدفاع لويد أوستن مع وزير جيش الاحتلال جالانت. هل هناك أي اتصالات أخرى تمت أم لم يحدث أي شيء؟ حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن أي زيارات متوقعة. كان من المفترض أن يتم الاتفاق على وقف الإطلاق النار لمدة 21 يوم. في خلال هذه الفترة سيكون هناك مبعوثين أمريكيين يصلون إلى المنطقة لبحث حلول دبلوماسية للوضع المتأزم بين لبنان والجانب الإسرائيلي. ولكن الآن كل هذه يعني المخططات ذهبت أدراج الرياح في عقب الضربة الإسرائيلية الأخيرة. والآن أصبحت من غير المعروف ما هي الخطوة التالية التي ستقوم بها الإدارة الأمريكية في يعني كرد فعل على ما حصل. ونحن يعني الولايات المتحدة لا تزال تقيم نتائج هذه العملية وتنتظر تأكيدات عن النتائج. هل فعلا كان يعني السيد نعم. حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني كان هو نعم. المستهدف؟ هل ما هو وضعه؟ هل أصيب؟ هل قتل؟ ما إلى ذلك. لا تزال الولايات المتحدة بحاجة لتأكيدات حول نتائج هذه العملية وإلى ما ستؤدي هذه العملية نعم. سواء على الساحة اللبنانية أو على الساحة الإسرائيلية. سهيل الشاعر مراسل غد من واشنطن، أشكرك أن كنت معي.